ايضا الخبر الاخر اللي داير في مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو توندونس الان، عدد من النقابات خرجوا بتصريح ضد الدكتور ياسين العمري اللي قال انه ليس الكل، ما عممش انما قال ليس الكل، بل بعض الاطباء اصبحوا يتعاملون في المغرب مع مرضاهم، ما قالش الكل انما قال البعض البعض، وكنكرر البعض، قال انه يتعاملون مع مرضاهم بحال شي جزار، هكا وصف الوضعيه جزار. قال انه كاين بعض الاطباء في المغرب كيتعاملوا مع المرضى ديالهم بحال شي كيتعاملوا مع واحد شي جزار، يعني دونون دونون، في غياب تام للجانب الانساني. فنضوا مجموعه من النقابات ورفعوا المهم عملوا بيان استنكاري، قالوا فيه ان ما قاله ياسين العمري يتنافى. انا نقرا عليكم طبعا البيان كما جاء لسان النقابات اللي طبعا ما سكتاتش، يعني استنكروا داك داكشي اللي قال العماري ورفضوه زعما، يعني راه ما كاينش طبعا رفضوه. وقال المهم بيان صحفي شيطنة اطباء المغرب فيه اساءة لكل المغاربة وتشجيع على نشر الكراهية وحتى على مزيد من هجرة الاطباء الشباب صوب دول اخرى. الداعية يؤسس خطابه على اللين والحكمة بعيدا عن الفضاضة، فلا يزرع الفتنة بين بنات وابناء الوطن. المغرب دولة حق، أو مغرب دولة حق وقانون، ومؤسساته موجودة لإنصاف المتضررين وجبر ضررهم. الدار البيضاء 27 مارس 2024، هذا ما جاء. أوجد نص آخر لتحت في البيان الصحفي نقابة طبعا الأطباء، نقابة الأطباء بين العرب بين أشنو قايلين هما، بين أنهم زعما كيستنكروا داكشي اللي تيقول، ولكن إذا جينا نشوفوا الواقع، ولكن شوف كيقول لك فيما مشيتي كتلقى طوب وحجر صافي، فهمتيني؟ انا شوف كاينين انا اطباء اللي تنعرفهم مثلا اصدقاء ديالي وحضرت لهم انهم من غير خدمتهم كتلقاهم في ديكا غافان وكيمشيو للجبال ويعاودون يعاونوا الناس وسميتو، ولكن كاينين شي وحدين الله يسمح لهم من ديك المهنه. انا ماما الله يرحمها ملي كانت غتموت كانت باقي لها دقائق محدوده، لو كانوا اعتقوها الاطباء ما كانتش غادي تموت. احنا كنقولوا العمر بيد الله، نعم العمر بيد الله، ولا نقاش في الامر، لكن باش انت واقف الام ديالك افي سي مسكينه جلطه دماغيه وقادرين انهم يعاونوها وكيطلبوا من واحد السيد اللي مسكين، كنقول انا الوالد مسكين كيشوفوا الحاله ديالو، خوتي كيشوفوا الحاله ديالو وكيقولوا له ما عطيونا شيك عاد ندخلوها عاد عاد عاد. حنا هذه تكون هضرتي على البريفي، ملي كتقول لي شيك يعني البريفي، باش البريفي نكون نهضر انا حيت ديك الساعه البريفي هو اللي حدانا، وحنا نمشي لك انا البيبليك كتلقى واحد مسكين كيتوجع، المشكل البيبليك ملي كتمشي له كتجبر الطبيب ديال البيبليك ما كاينش، وتنقول لك انا دابا البيبليك ها حنا كاع لقيتي الطبيب، ملي تلقى الطبيب تيقول لك سير خلص عاد باش اجي وغالب. وشوف والله العظيم انا الا كنت نخلص راه نمشي للبريفي ما غاديش نمشي للبيبليك، الا كان عندي الفلوس باش نخلص راه من الاول غادي نمشي انا للبريفي. عطي واحد انا كنمشي للبيبليك حنت ما عنديش جيبي ما فيهش. كاين واحد كاين واحد المشكل عندنا في القطاع، قطاع الصحه خصو خصو روسيكلاج بهذا المعنى هذا. سوف انا خاص شوف خاص النقابه ديال 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 المهنيين هما اللي خصهم يوقفوا على داكشي. علاش النقابه ما خرجت علاش النقابه ما خرجت تهضر ملي كانوا الناس كيضروا؟ كيقول لك كنشوفوا فيديوهات ديال نساء كيولدوا في في, في في الكولوار، ناس عزكم الله الناس الحمد ديالها كدود في السبيطارات، كاين مجموعه من الامور اللي صراحه خص اعاده النظر فيهم. ولكن المغرب كما قال مراد كاين اطباء اللي شرفاء اقسم بالله العلي العظيم، الا كيعطيو من فلوسهم مالهم الخاص باش يوقفوا مع الناس، وكاين شي اطباء مراد اللي بحال اللي قلتي اذا ما سمح لهمش العبد ما يسمح لهمش الله. ايوا تما كما يقولوا الله يهدي علينا شي بعضين. هذا هما اخبار اسعار الاسعار اخويا. شوف مراد غلاء الاسعار وصل دابا للبيك ديالو، وكاين واحد النوع ديال الخضاره عاود نرجعوا ماشي كلشي لاننا لا نعمم التعميم لغه الجهلاء، الله يهديهم تاهما كيستغلوا لي زوكازيون كيستغلوا المناسبات بحال كورونا بانوا فيها ديك صحاب اللي غلاو في البافيت وغلاو في الكول وغلاو في هذا وغلاو في هذا. فالله يكون في العون الدرويش ديما الدرويش هي اللي كتجي فيه الضربه صراحه. فخص مراقبه شديده ولا ثقه
ملي كنقول شديده خصها تكون مشدده ولا سيقه يعني تكون مراقبه يوميه. الاسعار خاص تسقيف الاسعار صافي ما طيش خصها وتمانه فيما كنتي. والله مراد الا تسقيف الاسعار الا كاين المشكله كاين ما كاينش. لا كاين مجموعه من تقول لي تقول لي ما طيشه في المغرب كامل تمشي غادي تشريها بثلاثه دراهم تشري بصله بثلاثه دراهم صافي تشري بطاطا بجوج دراهم. دايرين رقم اخضر رقم اخضر ولكن انت هانت رقم اخضر يقول لك انت عيطي لي تقول لي لا خونا كيبيع مطيشه ب 200 ريال انت ما عارفش واش اصلا واش هذاك هو ثمنها ولا هو زايد فيها مراقبه. ما الا كان ثمن موحد صافي يعني انت داك مول الخضر بحال ملي كتمشي كتشري بطاطا كتشري البوطه عارفه دايره بهذا الثمن الفلاني ما يزيدش فيها هو تمام واخا سيدي